السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشوار هشام العبد. احنا كنا عاملين انضماما للسادة المحامين وقفة احتجاجية عما يصدر ليس خاصا بس بقانون السلطة القضائية، وانما عموما على ان العدالة اليوم في خطر. العدالة في مصر حقا في خطر. فالنهاردة الخلاف بين جناحي العدالة وصل إلى شدته وذروته، والأمور إن تطورت إلى أكثر من ذلك سوف يحدث ما لا يحوض عقباه، وسوف نجد الاعتداءات من كلا الطرفين. ولذلك لابد أن يقال كلمة حق، ولابد أن نبحث مشروع قانون السلطة القضائية الذي يتم في الغياب الدستوري والغياب التشريعي، فليس هناك من يعبر عن إرادة الشعب، وخصوصا ان هناك ليس مجلس الشعب او مجلس الشورى، وهم الذين يعبرون عن جموع شعب مصر ككل وإرادة الشعب. فلماذا يتم تمرير قانون السلطة القضائية في فترة ليست مناسبة ابدا، وفي ظل ان رئيس جمهورية ليس هناك رئيس جمهورية موجود، ولا وهناك احكام مخالفة للدستور، وبعض المواد التي لو طعن عليها دستوريا لاصبحت لاغية ولا وكان لم تكن. فالنهاردة ليه السلطة عايزة تزود وتبقى سلطة مطلقة؟ ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وان الحرية تجاوزت حقوق الاخرين فانها برضو طغاة وطغيان وفساد. كلما اعطي شخص سلطة تمثلت في يده ازيد من اللازم اصبحت طغيان. لابد ان يكون جناحي العدالة على نفس المساواة، ولابد ان يؤدي المحامي دوره ورسالته، ولابد ان يكون هناك من يدافع عن كل متهم او كل مظلوم او كل صاحب مظلمة. ولذلك قانون السلطة القضائية الحالي يسمح للقاضي ان تم اخلال بالجلسة ان يثبت في محضر الجلسة، وان يحبس من يخل بالجلسة 24 ساعة، وأن يعرضوا على النيابة العامة. ماذا يريد القاضي أكثر من ذلك؟ ماذا يريد أكثر من أنه يملك سلطة حبسه 24 ساعة وسلطة تحويله إلى النيابة العامة؟ أمطلوب منه أن يكون حكما وخصم في آن واحد؟ أمطلوب منه أن يحكم على كل من يهش أو يشاور أو يلقي بكلمة أو حتى يحاول إثبات دفاع بشتى الطرق والمحكمة لا تريد سماعه؟ النهاردة لما إذا كان المحامي يده وجسمه يرتعش وهو قادم لكي يترافع عن المتهم، هل سيأتي اليوم الذي يذهب مكان المتهم، المتهم يخرج من السجن وهو يدخل فيه؟ النهاردة المحامي لما يجي يبشر حقوقه ويتكلم متفاجأ ان هو مش عارف يعني ياخد حريته ومجاله. كل شوية اي رئيس دائرة يقوله وبعدين اتفضل يا استاذ بناء عليه خلاص كده كفاية، طب اثبت دفوعك. طيب النهاردة لو جه حد من المحامين ولقى ان القاضي ده لا يصلح على الجلوس على هذه المنصة لسبب ايا كان هذا السبب، ورد القاضي او قام برفع دعوى مخاصمة، حاليا في ظل القانون الحالي دعوى المخاصمة والرد والبطلان بتكون عن طريق مستشارين أعلى منهم درجة، ولكن أنا أتحدى أن يأتي أحدهما بحكم ضد أي قاضي على مستوى الجمهورية، جمهورية مصر العربية، برده ومخاصمته. وإنما نفاجأ ان كل دعاوى المخاصمة يتم تغريم الذي يقوم برفع دعوى المخاصمة حتى لو كان على حق او على باطل. بنفاجأ ان في كل الاحوال دعوى المخاصمة ليس لها مجال. اذا النهاردة افرض القاضي اخطأ، وكلنا بشر، اين يلجأ صاحب الحق واين يستجير؟ ان الله عز وجل موجود، ولكن اقصد في الدنيا فماذا يفعل؟ هل يقول حسب الله ونعم الوكيل وينتهي الامر الى هذا الحد، ام ان القانون لابد ان يكفل له انه يستطيع ان يلجا لطرق قانونيه فعليه تفعل وتطبق؟ ثانيا ويهمني في هذه الجزئيه، احنا قبل كده اتكلمنا على موضوع تطهير القضاء، وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي في العباسيه. النهارده انا بتكلم
بناء على استكمالا لما قيل في تطهير القضاء أن صوت المحامين 10,000 محامي وكمان بعض أضيف ليهم مجموع من الشعب يريد تطهير القضاء. ومن ضمن تطهير القضاء أن لابد أن البلاغات المقدمة ضد ممدوح مرعي ضد كمال الدين سعودي وضد المفتشين القضائيين الذين هم كان مفتشين أمن دولة وليس مفتشين قضائيين مثلهم مثل أمن الدولة طغيان وفساد وإكراه على الاستقالة وثابت بالأوراق والمستندات إن في زمولة لينا إكراه على الاستقالة ودائرة اضطرابات رجال الأرض رجعتهم للقضاء وحاليا رجعوا مستشارين بناء على إن كان في غش وتدليس وإكراه على إجبارهم على الاستقالة. إذن من الذي تسبب؟ موظف عام له وهو المفتش القضائي الذي أجبره على الاستقالة، لماذا لا يحاسب؟ لماذا هو حتى الآن في القضاء؟ لماذا لا يسترد حقوقه؟ احنا الآن نريد القصاص ونريد الحقوق ونريد انتزاعها، لأن الحقوق اليوم سبحان الله أصبحت لا تمنح ولا تعطى ولكن تنتزع نزعا وبالضغوط وبالصوت العالي وهم الذين يضطرون إلى اللجوء إلى كل هذه الوسائل لأنهم لا يريدون إحقاق الحق. وفي محراب العدالة اليوم نبحث عن العدالة ونبحث عنها في كل مكان، وسوف نلجأ إلى جميع كل الطرق المشروعة وإلى في الداخل أو في الخارج عالميا حتى يسترد كل ذي حق حقه. فمواثيق الأمم المتحدة تخص على استقلال القضاء، ومقصود باستقلال القضاء ليس كما يفهم القاضي أنه عبارة عن حصانة واستغلال نفوذه وطغيانه وكبرياءه وغطرسته، وإنما المقصود باستقلال القضاء أن يكون دفاعا عن المتقاضين. فالسلطة القاضي واستقلاله تتمثل ليس له وليس دفاعا عنه، وإنما حتى إذا وجد أمامه وزير وغفير أن يقضي بما يمليه عليه ضميره وأن يراعي الله في حكمه. ولذلك إذا كان هناك تدخلات كما ذكر وكما أريت لسيادتكم إن هناك تدخلات من الحكومة من زكريا عزمي ومن حسني مبارك وتدخلات من سوزان مبارك وجمال مبارك، إذن فأصبح القضاء والعدالة في خطر. إذن فهذه هي المشكلة، أن هناك انقسام بين القضاء حاليا داخليا وخارجيا. القضاء منقسمين إلى 3 أقسام، هناك قسم ينتمي إلى الحزب والفلول السابقة وينتمي إلى الحكومات ويتقرب إليهم وتودى إليهم حتى يحصل على المكافآت وعلى الندب وعلى الإعارة وعلى الوزارة وعلى تولي المناصب وعلى المحافظات وعلى وعلى وعلى. إذن أنت إذا كنت موالي للحكومة فسوف تأخذ الرضا الكامل وسوف تأخذ المناصب العليا وسوف تكافئ بالإعارات والمناصب والفلوس والامتيازات والندب. أما إذا كنت للأسف تقول كلمة حق وتتصدر وتقف عند كل ما هو ضد الحق ضد الظلم لإظهار الحق فسوف تفاجأ إنك مغضوب عليك من الهيئة القضائية وإنك سوف تعامل وينكل بك ويبطش بك. ولذلك فهناك مجموعة وقلة من القضاء الأحرار والأشراف وطيار الاستقلال القضاء بيسعون إلى تطهير القضاء من 300 قاضي ومستشار محمود بالخضيري مع المستشار محمود بالخضيري ذكرهم بالاسم، 300 قاضي زور انتخابات فأين من يحاكمهم وقدم ضدهم بلاغات؟ وإذا كان هو مخطئ فأنا أعتقد أن هؤلاء القضاء 300 قاضي هؤلاء لن يسكتوا والمفروض عليهم أن يقدموا بلاغات ضده، ولكن هو على حق وهو في تزوير يوجد. ولذلك فالمطلوب أن هو تحريك البلاغات وكل الشكاوى المقدمة ضد مزورين الانتخابات ويرؤسهم ممدوح مرعي وكمال الدين سعودي وسامح الكاشف وغيرهم ممن هم كانوا يعملون تحت يد ممدوح مرعي والذين هم يتبعون النظام السابق زي مثلهم زي مثل أي فلول. ولذلك فإن وزارة العدل مثلها مثل أي وزارة دخلها الفساد منذ أن دخلها ممدوح مرعي وأصبحت تنكل بالقضاة الشرفاء ومغضوب عليهم ويبطش بهم ويستبعدوا ويتم القضاء عليهم. فهناك 3 أقسام في القضاء، قسم
خاص بالمحسوبيات والفلول وطبعا نظام، وقسم مغضوب عليه، وقسم يقول وانا مالي، انا امشي جنب الحيط، انا ماليش دعوه، بيتفرج. ودول الغالبيه، دول اغلبهم اللي هو ليس لهم طموحات، خايفين من ربنا بس خايفين من العباد، بس اللي عايزين يقفوا مع دول ولا عايزين يقفوا مع دول، احنا ملناش دعوه، احنا قاعدين على جنب لوحدنا. طيب اذا القضاء في داخله، الشعب المصري حاسس بهذا الاختلاف، الشعب المصري حاسس بالفساد، حاسس بتزوير الانتخابات، حاسس بالرشاوي، حاسس بتزوير اراده الشعب، حاسس بان القضاء ده مش هو ده اللي منتظره في العداله، مش هو ده اللي منتظره في الكلام ده كله. اذا لابد من تطهير القضاء، والحمد لله 10,000 محامي من ضمنهم الشعب النهارده كانوا بصوت عاليا، اين البلاغات واين الشكاوى، ولابد من تطهير القضاء. ضابط لابس البدله الميري ومعاه البطمنجه، وانا وقت ما جيت اتعين ايامها وكيل نيابه، فوجئت ان هو جاي يشوف اسمه ملقاش اسمه، راح معيط ومدمع، بقول له انت بتدمع ليه؟ قال لي ما لقيتش اسم في الكشوف. قلت له احمد ربنا انت ليك شغل وليك مستقبل، في غيرك مش لاقي شغل ويتمنى ان هو يدخل. فاللي عايز اقوله، الضابط يمتلك السلطه، السلطه التنفيذيه، والضابط له شغله وعمله ومستقبله وكيانه ومرتبه. لماذا يسعى الى ان يتولى النيابه او منصب القضاء؟ انا عندي قضايا شخصيه ليا انا من 2004 لحد النهارده ما اتفصلش فيها في اول درجه، في اول درجه من 2004. ايه البطء في التقاضي اللي احنا فيه ده؟ يعني ايه قضيه تقعد 10 سنين و20 سنه؟ 20 سنه؟ يعني ايه الراجل المدعي يتوفى ورثته من بعده يجوا وممكن احد الورثه منهم كمان يتوفى؟ ده فعلا ده يعني البطء في التقاضي ظلم، ظلم مبين. انا اخد حقي بالبلطجه بقى في سنه او ست شهور او في يوم وليله، ولا ان انا ارجع للقضاء واقعد له 10 سنين؟ ده انتوا عايزيننا نعيش في الغابه بقى. لا، لابد من سرعه الفصل في القضايا. طب سرعه الفصل في القضايا هتيجي ازاي؟ عن طريق واحد قاضي بيراعي ضميره، بيقرا ويبحث ويطلع ويشتغل. وبعدين في زملاء لينا فوجئت ان هم ما بياخدوش مرتب بدل الحوافز، يعني بياخدوا المرتب الاساسي بدل الحوافز، الانتاج ما بياخدوش. ليه؟ لان الانتاج مقابل العمل. انت النهارده مطلوب منك احصائيه كشف صياد، تخلص شغل معين ما خلصتوش مش هتاخد بدل الاضافي بتاعك، مش هتاخد بدل الانتاج والحوافز. اذا طب انت من باب اولى ما بتشتغلش سيب الهيئه، طالما ان انت ما بتشتغلش سيبها، انما ما ياخدش مرتب الاساسي وياخد بدل العلاج والحوافز والانتاج ما ياخدوش. طيب النهارده لينا زملاء خدوا شهادات تقدير وبيطلعوا الاوائل وانجازات في العمل، ولكن علشان بيقولوا كلمه حق بيضطهدوا ويحاكموا ويلغوا قانون مشروع قانون السلطه القضائيه. المحامي اللي مقع عينه واتمرمط وذاكر وبحث وعارف يعني ايه ازاي يرفع دعوه، وعارف ازاي يبحث، وعارف ازاي يدور، وعنده معرفه قانونيه، ويقعد له 5 سنين 10 سنين بقى باحث قانوني وفاهم وزيه زي القاضي، ممكن يكون مبدع، ممكن يبدع عن القاضي، يقول لك لا انتوا ربع المحامين، ده انتوا بتحلموا ولن يفعل هذا القانون، القانون ده اصلا ما بيفعلش، عايز يلغيه. مشروع قانون السلطه القضائيه حاليا عايز يلغي ان ربع المحامين يتم تعيينهم، وده منصوص عليه في القانون القديم، ربعهم المفروض بيعين كل سنه، ما بتفعلش طول عمر حسني مبارك ما فعلش ان المحامين ياخد منهم، ولكن ان هو يلغيه النهارده ليه؟ يعني انت 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 بمكاييل بتقيله بمكيال الضابط، لا ناخده، وكمان وهو بيشتغل ومهنه و 150,000 نعفيه منها، والمحامي لا، ما نص القانون النهارده عايز تلغيه ان هو بيبيح ربع تعيين ربعهم. وبعدين ده في امريكا ممكن المحامي العام والنائب العام يتاخد عن طريق المحامين، وفي الدول الاوروبيه والغربيه والمنسق الامم المتحده ده مقرر. النهارده انت عايز تلغيه ليه؟ المشكله احنا بنتكلم النهارده، ليس انا بتكلم عليا كقاضي، وليس بتكلم على كمحامي، ولكن بتكلم على الحق، على العدل، بتكلم على اراده الشعب المصري، بتكلم على ان هذا الكلام كلمه حق، ان تنصروا الله ينصركم، وده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. وطالما ان احنا بنتكلم في حق يبقى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا، كلمه الله العليا، والحق هو دائما هو الذي سوف يغلب في النهايه.